هاك نزل زيد هاك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. معكم عصفور فيديو جديد. هاك هاك ريكو فيه الجوع الاخوان. هذا الفيديو هذا درته عاجلا صراحه، لانه الكوبل اللي كنت خديت مؤخرا نهار الجمعه، هادو اللي من مورايا، هذيك الانثى الزرقاء وهذاك الذكر الاصفر، الانثى الاخوان طلعت مريضه، الانثى مرضات، ما عرفتش واش جبتها مريضه من عند مولاها ولا مرضات ليا في الطريق، حيت انا شكيت، حيت النهار فاش شريتها وجايبهم على رجليا كان البرد وكانت الشتا، وكنت حاطها في واحد الصاك وما مسدودش مزيان وكان البرد صراحه، وضربت فيهم واحد المسافه بعيده. المهم ما عليناش، شكرا لكم الاخوان على الدعم ديالكم المستمر، شكرا على التعاليق ديالكم الزوينين، شكرا على اللايكات، شكرا على كل شيء. صراحه كنقرا التعاليق وكيعجبني الحال صراحه، وحتى ليكو كيعجبو الحال. الانثى الاخوان قلت لكم مرضات، وهذا الشيء هذا اكتشفوا واحد النهار فاش جبتها الاخوان. صراحه انا شكيت فيها، بانت لي ماشي هي هذه، بانت لي فاش شديتها في يديا ما عضتنيش شي عضاع، فهمتيني، مرخيه وبحال عيانه. وهذا الشيء هذا لاحظوا واحد الاخ في واحد التعليق قال لي يا خويا عصفور هذيك الانثى راه بانت لي مريضه، وفعلا حتى انا شكيت فيها مريضه. الخطا الاكبر اللي درته الاخوان، نزل ريكو هاك ريكو نزل هاك، اكبر خطا درته الاخوان هو انني جبته حطيت القفص في الغرفه اللي حط فيها العصافير، وهذا اكبر غلط يقدر يديرو شي واحد شرى الطيور جداد وما عرفش شنو فيهم صراحه. النهار الاول فاش جبتهم الخوت عطيتهم خل التفاح، قلت زعما يقدروا يكونوا مراد احتياطا ما تعرف، ولكن ارتكبت خطا وانني خليتهم في الغرفه اللي حط فيها الطيور، وانت كانت مريضه وكانت غادي تفرق، كانت غادي تريب لي الحفله، كانت غادي تعادي لي جميع العصافير اللي عندي في الغرفه. الصباح نجي نلقى كل شيء لاوي وكل شيء مريض. اذا الاخوان اذا كنتي بغيتي تشري طيور جديده، يعني نصيحه ما تحطهمش مع الطيور، الا عندك شي طيور اخرين ما تجمعهمش مع الطيور الاخرين، لانه راه ساهل باش يتنقل العدوى العصافير الاخرين ويمرضوا لك كاملين. هذا هو ثاني غلط ارتكبت، هو انني جيت وحطيتهم في الغرفه، حتى نبهني واحد الاخ ايوب قال لي حيد هذاك القفص من تما، راه تقدر تكون الانثى مريضه ما عرفتيش، يعني يقدر يكون شي طائر مريض. وفعلا الانثى كان فيها اسهال، ملي كتشفت بانها عندها اسهال بغيت نعرف شنو هو السبب، يعني كاين جوج الاسباب لا ثالثه لهما الاخوان. اذا اخوتي جيت في الليل طلعت عليها لقيتها في واحد الحاله يرتالها، يعني نافخه الريش ديالها ولاويه عنقها بحال هكا، ويعني وفيها واحد الخمول. انا نخلي لكم الفيديو ها هو تشوفوه، شفتيها كيفاش لقيتها، والبراز ديالها اعزكم الله لقيتو باللون الاخضر. نوريكم البراز ديالها الاخوان، نعتذر على بشاعه المنظر، سمحوا لنا الاخوان حاشاكم. هنا عرفت بان عندها اسهال اخضر، والسبب الاخوان كاين جوج الاسباب لا ثالث لهما، يا اما جبتها مريضه من عند مولاها، كان كتاكل الخضره بزاف، يوميا كانت كتاكل الخضره، يوميا كانت كتاكل الخص، يوميا يعني يوميا الخضره، وهذا هو هذه هي النتيجه في الاخير، الطائر كيمرض خصوصا وهذه الايام الجو بارد. السبب الثاني الاخوان هو فاش كنت جايبهم انايا من عند الصديق، يمكن ضربهم البرد، يمكن شي نزله برد وتصابت بالاسهال، البرد حتى هو كيسبب في الاسهال ديال العصافير الاخوان، يعني هاد جوج الاسباب هما اللي محتملين. اذا الاخوان ملي كتشوف الطائر انه في هذيك الحاله كيخصك تعالجه حالا، ما تعطلش عليه، اذا تعطلت عليه ممكن ان الحاله ديالو تزاد، وممكن ان الطائر يموت، يفقد الحياه ديالو. اذا كاين جوج العلاجات الاخوان، جوج العلاجات اللي ممكن تستعمل، واحد العلاج بالفلوس ياك، غادي تمشي للصيدليه غادي تاخذ دواء سميتو فلاجيل ديال الاطفال، ها هو نخلي لكم الصوره ديالو هنايا. هذا الدواء هذا راه فعال ويعني علاج ممتاز للاسهال، لاسهال الطيور، جميع انواع الطيور، الحمام، الببغاوات، البيروش،
كناري اي طائر فيه اسهال، فهذا فلاجيل هذا هو علاج زوين. الثمن ديالو كيدير 30 درهم، 33 درهم تقريبا حتى 35 درهم. في حالات ما عندناش حنايا، ما عندناش 30 درهم، بغينا نعالجوه، طب بغينا نعالجوه اش كدير؟ هذا يكون زهد. في حاله اننا بغينا نعالجوا الطائر ديالنا بالمواد الطبيعيه المتوفره في المنزل، فعندي واحد الوصفه هي اللي استعملت انايا صراحه شخصيا، والحمد لله توقدات، ما بقاتش كتنفخ الريش ديالها، البوراج ديالها غادي كيتجمع شيئا فشيئا وبخير. يعني واحد 4 ايام ولا 5 ايام وانا كنعطيها هذا العلاج هذا، غادي نوريكم دابا. اذا حيداريكم من هنايا. اذا اخوتي الطائر ديالك اللي تصاب بالاسهال لا قدر الله، العلاج لا قدر الله الاخوان، الطائر ديالنا تصاب بالاسهال، العلاج الطبيعي اللي متوفر في المنزل اللي استعملته انا شخصيا الحمد لله، هي راه توقدات شويه، ما بقاش فيها الخمول، ما بقاش كتنفخ الريش ديالها، والبراز ديالها راه بدا كيتجمع شويه بشويه، ما بقاش سائل بزاف. اذا الاخوان كناخذوا المشربه ديال الطيور ديال الماء ديال حيداريكو. اذا اخوتي غادي ناخذ المشربه ديال الماء، غادي نعمروها بواحد حتى تقريبا ثلاثه الارباع. غادي ناخذ واحد الدرس ديال الثوم، درس ديال الثوم. من بعد الاخوان غادي ناخذ واحد الدرس ديال الثوم، درس ديال الثوم غادي نقسموه على جوج. اوكي غادي نقسموا على جوج، وغادي نوضعوا نصف درس ديال الثوم، غادي نوضعوه في الماء، وغادي نجيبوا نصف الحامض يعني السيترون، وغادي نقطروا تقريبا واحد 7 ديال القطرات ديال الحامض او السيترون في المشربة. اذا اخوتي درس ديال الثوم هيا هو اضاصر هادريكو، هذا درس ديال الثومه، درس دريس ديال الثومه وسبعه النقطات ديال السيترون او الحامض، وكنوضعوه للطيور ديالنا في الليل. علاش في الليل؟ نوضعوه في الليل باش نوضعوها الاخوان في الليل باش غدا في الصباح كي الطيور ديالنا تفيق تشرب، تحاول انها تكون عطشانه وتشرب من المشربه لمده 4 ايام الاخوان متتاليه او 5 ايام متتاليه، والحمد لله الانثى ديالنا راه الحمد لله راه في طور الشفاء. ونصيحه، اذا كان الجو مشمس واحد 20 دقيقه في الشمس، تشمس شويه 20 دقيقه وبخير، هذا هو البلان الاخوان. ولا كيعض دريك والله حتى ولا كيعض، شتي باش خايب تدريسي تروز شي طائر كيولي داصر، تولي فيه الدصار. اجي مسخوط، اجي هكاك، كمل هادي. الطائر فاش كيتدريس تولي فيه واحد الدصاره في شكل، تولي كيتصارع عليك، كيعضك من ودنيك. شوف والله تيتعلم يطير دابا، ريكو دابا كيتعلم يطير. الاخوان طيور الزبره مازال ما فقصت ليا حتى شي بيضه، يعني ما عرفتش كثر، دازت اكثر من 14 يوم وما فقصاش، يعني واقيلا البيض خاوي، قال كاينه شي بيضه خاويه تما، كاين ثلاث البيضات مازال ما فقصوش. حنا كنتسناو، حنا في الانتظار. انتما الاخوان راه السعديه ولات كتدخل للعش، كتوجد فيه كتسخنو، كاينه هي وراجلها. الله يلا، كاينه هي ومسعود، شتوما الاخوان، اللهم بارك. اما بالنسبه للخيسس ديما حاضي الزوجه ديالته، اللهم بارك، سبحان الله، كيدير لها سيكوريتي، كيحضيها، كيدير لها الامن والامان. بالنسبه للخيسوس الاخوان الحمد لله راه يعني هذا العش الثاني راه ممتاز، وضعينا الحمد لله دابا وضعت لنا، كنا خلينا اخر فيديو كانت وضعها جوج ديال البيضات في اخر فيديو، ودابا الحمد لله راه الحمد لله دابا راه عندها شحال، اللهم بارك، 6 البيضات، اللهم بارك، 6 البيضات الاخوان، واحد البيضه هرستها هي 7، اللهم بارك الاخوان، 6 البيضات
وحده تهرست هي عين وضعت سبعه البيضات في هذا العش هذا وكل شيء هذا هذا الاخوان اقسم بالله الا من نهار عطيتهم هذا كنعطيو اليوم جوج الخطرات في الاسبوع وانتم كتشتوا النتيجه الاخوان. كان هذا موضوع الفيديو الاصدقاء يعني كيفيه علاج الاسهال الاخضر للطيور اذا تصابوا الطيور ديالك لا قدر الله تصابوا الطيور في الاسهال فتعالجهم يا اما بفلاجيل او بمشروب الثوم والحامض حامض الليمون. كاين الاخوان كما شفتوا خير سلسله الحمد لله سته البيضات تبارك الله ما شاء الله في انتظار الكوبل الاخرى حتى هي تبيض. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على التعليقات ديالكم الزوينين، شكرا على التشجيعات، شكرا على اللايكات. ما تنساوش دائما الدعم ديالنا بلايك، اشترك في القناه، مرحبا بك عائله عصفور، بارطاجي الفيديو مع اصحابك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.